طبعا الان كان في جلسه للبحرين من قبل الاي دي اتش ار بي، تونا للتو خرجنا من القاعه لمناقشه وضع البحرين من قبل المنظمه الامريكيون من اجل الديمقراطيه والحريه في البحرين. قدموا الزملاء وضع البحرين، منهم المحامي محمد التاجر عن الاحكام الموجوده في البحرين وعن المواثيق الدوليه، وقدمت نضال السلوان عن وضع سيديا والنساء، وقدم رجل الأمريكي كيفن عن البحرين كذلك. طبعا جميل بأن نكون في الأمم المتحدة ونرى أن هناك العدد الكبير من بلدان العالم جميعا تلتقي في حجرة واحدة من أجل أن تعلم أو تعرف الكثير عن البحرين. نحن نشكر كل من حضر للدورة أو الفعالية، ونأمل للجميع بأن يدخل هالفعالية. وأنا أقولها بالبحراني لأهل البحرين، ترى انتونا في عيوننا وفي قلبنا، وكلكم كلكم بدون استثناء، من أسماء المساجين ولا أسماء المعتقلين إلى أباء الشهداء إلى النساء في البحرين، كلنا معكم، وقضياتكم وصلت إلى العالم من قبل سفراءكم الصغار من الشباب البحرينيين المتواجدين معنا اليوم في جنيف. شكرا، يعطيكم العافية.